السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، أو خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. بس في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وتعالوا معنا على الخبر. أول تعليق مصري على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة. خبر بيقول: رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر اليوم عن مجلس الأمن في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وأثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني معقول. كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط، بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة. يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدا للأهمية الخاصة الذي يوليها أعضاء مجلس الأمن قضية سد النهضة، وإدراكا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها. وأكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة وعلى ضوء طبيعته الإلزامية إنما يمثل دفع هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عبير عامر، وبرضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشيروا الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء.